عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تراستي كين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60,000، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دو متحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على تراستي كين ب 60,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكل الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. فيجي كولر بلس ميكسر منقرة على الكهرباء بتنقر كوسة وباذنجان بطاطا بندورة وكل أنواع الخضرة والفواكه يلي بتخطر على بالكن، مزودة بزر لتخفيف وتسريع عملية النقر ومزودة كمان براس تاني هو عبارة عن ميكسر أو خلاط يستعمل للجاتو، كاسترد، صوص بلانش، أوملات، مغلي وإلى ما هنالك من استعمالات بدها خفق وتحريك. فيكن تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. فيلفورم براش هي سشوار وفرشاية بنفس الوقت، يعني بتطلع هواء وبنفس الوقت بتمشط. هي على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي ونخفف الهواء والحرارة مثل ما بدنا ومنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالفيلفورم براش بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 72,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55.
كلنا منحب ناكل تابولة بس منعت الهنفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي بيبكي كل 6 البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكن تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات، وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكن تابولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.